صحيح. مباراة الريان والهلال النهارده أدارها طاقم حكام أردني بقيادة أدهم محمد، وبقية الطاقم كان كله أردني، وزي ما حضرتك قلت دلوقتي ما عندناش تقنية الفيديو. النهارده أدهم كان يعني سمح بالتحامات كتيرة، التحامات مشروعة، لكن في بعض الأحيان طبعًا لا، كان لازم يبقى في تدخل بطريقة قانونية، اللي هي لو في لعب بتطور بأكثر من مرة كان لازم نشوف الكارت الأصفر في أكثر من كورة. المهم النهارده احنا اخترنا بس اربع حالات، اللي هي تعتبر اربع حالات مهمه في المباراه. كانت عندنا في الدقيقه 55 والدقيقه 56 دقيقتين ورا بعض مطالبه الهلال لركله جزاء. هل في ركله جزاء ولا لا؟ اما نشوف مع بعض دلوقتي هنلاقي فعلا الكره بتصطدم في مدافع فريق الريان، لكن ايده في حيز جسمه، في حيز جسمه. كان ادهم واقف بشكل كويس، شايف الكره بطريقه كويسه، فامر باستمرار اللعب، وهو ده القرار السليم. هنا ايديه مش خارج الجسم ولا مكبره الجسم، فقرار سليم طبعا، استمرار اللعب هو القرار اللي كان سليم. عندنا في الدقيقه 56 مطالبه اخرى لنادي الهلال لركله جزاء. بصراحه الكره اللي احنا هنشرحها دي هي اتعدت مره واحده في اللايف، وبعد كده انا استنيت الاعداد بتاعتها، انا مش لاقي فين الخطا اللي طالبه بعض لاعبي الهلال ان فيها ركله جزاء. قد تكون الكره اصطدمت بايد المدافع الايمن، بس برضه المسافه بعيده زي ما احنا شايفين. ايده لو شلنا الايد اليمين دي هتيجي في جسمه، يعني الايد داخل الجسم، يعني قرار الحكم سليم، الايد هنا مش خارج نطاق الجسم ولا مكبر الجسم. عندنا في الدقيقه 66 لعب بتهور من كويلار زي ما احنا شايفين. كان هنا لازم حكم المباراه ادهم محمد يتدخل في الكره دي، لان لعب بتهور بالشكل اللي احنا شايفينه، كان لازم مع خطا يبقى في كارت اصفر لكويلر، زي احنا شايفين طبعا الدخول بالقدم على مدافع نادي الريان بالشكل ده كان لازم يبقى فيها انذار. هو كان قريب من الكره، كان لازم مع احتساب الخطا في دعس القدم يبقى ركله، يبقى انذار. عندنا في الدقيقه 88 وهي لعبه المباراه بالنسبه لحكم المباراه، واعتقد يعني لجنه الحكام الاسيويه هتقف في الكره دي، واعتقد ممكن تعيد بقى، يعني هيندموا ان هم ما استخدموش تقنيه الفيديو في مباريات كبيره زي دي. عندنا في الدقيقه 88 مطالبه فريق الريان لركله جزاء، هنشوف في ركله جزاء ولا لا؟ هنلاقي لعيب نادي الريان مر بالكوره، وهنلاقي في اعاقه من لعيب نادي الهلال على قدم ياسين ابراهيم، زي ما احنا شايفين طبعا الصوره موضحه، خلاص هو عدى منه في لعبه، هو ما خدش الكوره، خد قدمه اليمنى. طبعا هنا كان لازم في ركله جزاء. الغريب في الكوره دي ان ادهم كان واقف يعني تمركز ممتاز، المفروض هنا كان يحتسبها، وبصراحه يعني الكره دي برده هي مش محتاجه تقنيه فيديو قوي، لان هو كان واقف في موقف ممتاز، لو كان في فيديو كان ممكن يستدعي. دي كانت اهم حالات مباراه الريان والهلال اللي ادارها الحكم الاردني ادهم محمد.